ابن المقاهي الشعبية والأزقة الضيقة والشوارع التي تزدحم بالحركة والناس. أصغر إخوته، واسمه اسم مركب بنفس اسم الطبيب الذي أشرف على ولادته المتعسرة، نجيب باشا محفوظ، طعن في عنقه على يد شابين قد قرروا اغتياله، اتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب روايته المثيرة للجدل أولاد حارتنا. نجيب محفوظ عبد العزيز أحمد الباشا، أديب وروائي مصري، ولد في حي الجمالية بالقاهرة سنة 1911، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة، عمل في عدة وظائف مثل سكرتير برلماني في وزارة الأوقاف ومدير عام لمؤسسة دعم السينما. تزوج من السيدة عطية الله إبراهيم، وأخفى خبر زواجه لمدة 10 سنوات متعللاً بانشغاله برعاية أمه وأختي الأرملة. السبب وراء شهرته هو تحول عدد كبير من كتاباته إلى أعمال تلفزيونية. تأثر بالشارع المصري،